بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جينو لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم راح اكلمكم عن طريقه حذف جينو لينكس من جانب الويندوز بدون ما يكون في مشاكل. اذا ثبت لينكس او جينو لينكس بشكل اصح بجانب الويندوز، تختار الويندوز، تشغل الويندوز. الان راح نعذف اللينكس عن طريق الويندوز بطريقه بسيطه جدا وسهله. حمل البرنامج من الرابط اللي موجود تحت. راح يجيك البرنامج بشكل هذا اسمه ايزي بي سي دي. دبل كليك عليه، اضغط على رن، الان اضغط على نيكست، اكسبت، نيكست، انستول. الان خلصنا من طريقه التثبيت، اضغط على فينيش وخل علامه صح موجوده علشان نفتح البرنامج. اختر اللغه الانجليزيه واشرب شاهي. صار عندك شاهي؟ طيب اديك الرساله هذه، يقول لك انه قد لا يتوافق مع الاكس بي. انا جربته على الاكس بي واشتغلت، خاف. اضغط على يس، اوكي. اضغط على كانسل، ثم اضغط على بي سي دي ديبلويمنت عفوا، ثم اضغط على رايت ام بي ار. تمام، في هنا اثنين، في هنا ال7 والفيستا وفي هنا الاكس بي. ما عندك مشاكل، انا جربت حق ال7 والفيستا واشتغل. رايت ام بي ار انتهى. الان اضغط على عشان تحذف القسم الخاص بالجينو لينكس. اضغط على جهاز الكمبيوتر بالزر الايمن، مانج او اداره. تمام، الان راح ننتقل الى اداره الاقراص. اوكي، هذه اداره الاقراص، ديسك مانجمنت. راح يجيك قسم فيه نظام مكتوب عليه غير معروف. تمام، القسم الخاص باللينكس، اضغط عليه بالزر الايمن، ثم ديليت بارتيشن، يس. تم حذف البارتيشن. الان اضغط على نيو بارتيشن عشان تستفيد من المساحه الباقيه. نفترض انك معطيه 20 جيجا مثلا. تمشي نيكست 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 فينيش. خلاص. ملاحظتين بس، اذا كنت تستخدم ويندوز تحتاج انك تسوي اعادة تنشيط للويندوز اذا كنت مفعل الويندوز اساسا. الشغلة الثانية انه نسخة البرنامج هذه نسخة نون كوميرشال، يعني انها غير تجارية ولا تستخدم للاعمال التجارية. انتهى الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله بالدروس القادمة.